السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي في كل مكان، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتونا كتير من الفيديو اللي فات للفيديو ده. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا على النبي يا جماعة، نكسب صلاة النبي. بصوا الفيديو النهاردة جميل جدا جدا ومش طويل، عايزاكم تشوفوه كده للآخر. بس الأول صلوا على النبي، ننزل نحط لايك. أهم حاجة حطوا لايك، بالله عليكم تحطوا لايك، بالله عليكم تحطوا لايك. الفيديو ده بصراحة الأكلة دي أنا كنت مشتاقة إن أنا أكلها، يعني كنت مشتاقة لها جدا، يعني أدالي سنين وسنين نفسي أجيب البلوبيف ده. هتقولوا نفسك تجيب البلوبيف ده؟ هقول لكم أه. ليه يا أم كريم؟ طب ما تجيبي. هقول لكم أيام ما كنت بجيبه، والله العظيم زي ما بكلمكم وحياة ربنا، أيام ما كنت بجيب البلوبيف ده كان اللهم صل على النبي يا رب بحاجة وعشرين جنيه. النهاردة علبة البلوبيف دي بخمسة وتسعين جنيه، قسما بالله العلي العظيم. يعني كل شغل ابو كريم النهاردة جاب لنا البلوبيف ده بيه، والبيض اللي انتوا شفتوه، والعيش ده. والله 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 ما بكذب عليكم. طب ليه يا ام كريم؟ ما في حاجة يعني، هاتي اي اكلة تانية يعني تكون رخيصة شوية. طب هجيب ايه؟ عارفين؟ والله كل حاجة مكلفة قسما بالله، والله العظيم كل حاجة مكلفة. الدنيا يعني مش عليا انا بس، على الناس كلها، غلى على الناس كلها يعني، مش انا بس. ما علينا ما علينا، عشان ما ندخلش في مواضيع تانية وحكايات تانية خالص. المهم البيف ده انا بحبه جدا 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 جدا. انا عايزة اقول لكم يعني كنت مشتاق ان انا اكله من زمان. يعني الصراحة انا قلت لابو كريم والله عليه نفسي اكل من البلوفيف ده. تاني يوم جاب لنا الشغل فلوس الشغل بتاعه اليوم كله، جاب لنا اقسم بالله الاكله دي. فجاب لي كده معاها ايه، سبع بيضات، بس انا حطيت خمس بيضات بس عشان يعني شفت البيض، يعني لقيت البيض كتير، وكان عندي حته زبده كده تايهه في الفريزر، نخفست ودعبست ودورت عليها كده لغايه ما طلعتها. اللي انتوا شفتوها في الطاسه دي اللي انا سيحت منها حته، اه والله العظيم ده في الفريزر بس عشان الزفاره. هتقولوا لي ليه حاطه البيض الاول؟ هقول لكم لان البلوبيف كده كده البلوبيف مش محتاج سوى، فانا لما اسوي البيض الاول احسن ما انا احط البلوبيف الاول والبيض يتوه في وسط البلوبيف، وهيزفر البلوبيف وهيخلي البيف ايه مزفر يعني، عزك الله ماشي. اما كده كده ده مش محتاج سوى يعني، او لو حتى محتاج سوى مش محتاج يعني، ايه سيكه كده على النار يا دوب. يدخل البيض في قلب البيف كده، اسمه بلوبيف. التاني اللي هو اللي بالفول الصويا اسمه بلوبيفي، ده اسمه بولو بيف، اللحم البقري ده. المهم الواد كريم كده ايه، قال هات انا افتحها. قلت له خد افتحها يا كريم. وقمت جايبه كده الخمس بيضات دول في حته الزبده وشويه الفلفل الاسود، وما حطيتش اي حاجه غير هما البيض وعليه حبه الفلفل الاسود عشان الزفاره بس. اه والله ضفت ايه يا ام كريم؟ ما ضفتش اي حاجه تاني. جربوها يا جماعه، العلبه جميله، العلبه حلوه قوي يعني. نعم هي غاليه، طب ماشي. ما هو انا بجيب اكل مثلا، لو ما بجيب اكل شعبي بيض لانشون جبن، والله العظيم بيعدي ثمن البلوبيف ده. الاكل الحاجات الخفيفه دي بتعدي. ف يلا الحمد لله. بس والله العظيم يعني بصوا انا كنت مبسوطه جدا بالاكله دي. طبعا كريم كان عنده مشوار، ما قعدش لما اكل معانا، نزل على طول وعتمنى ما كانش موجود معانا اليوم ده، كان بيلعب كوره. وقعدنا اتغدينا انا وابو كريم، ورانا كانت بتصورنا، بعد ما صورت جت اكلت معانا. بس بصراحه يعني جربوه حلو قوي قوي، اللي مش بيجيبه او مش بيحبه لا ده جميل جدا وصحي وحلو قوي. والله كنا بنجيبه زمان قوي قوي، كان رخيص جدا يعني، حاجه كانت مش معديه ال 20 جنيه حتى، او حاجه و20 جنيه علبه البلوبيفي دي. اه والله بقول لكم حطوا لايك اهو، لو وصلتوا معايا لغايه هنا كده حطوا لايك. وعزوزه بتقول لكم حطوا لايك، اهي قاعده تقول لكم حطوا اللايك. طيب اتغدينا كده البلوبيفي الجميل، وقمت كده دخلت على الاوضه، قامت روقه وهي نظيفه وكل حاجه يعني، بس ايه شويه كراكيب كده قلت اكنسها كده وايه وانضفها كده معاكم. وهرم الغسيل اللي انتوا شايفينه على السرير ده، السرير مترتبه زي ما انتوا شايفين، بس لميت الغسيل كده وقلت نكنس الاوضه ونقعد نطبق الغسيل على ايه، على روقان كده وعلى نظافه. وقعدت هنا كده هو ان
انا كده كنست الاوضه اهو، وبعد ما كنست الاوضه قعدت طبقت الغسيل ده كده. يعني انا كان بصراحه بعد ما اتغدينا وكده يعني كان عندي وقت، قلت طب خلاص انا اقوم استغل الوقت ده اعمل فيه كده ايه اللي انا محتاجه اعمله يعني، ومحتاجه انضفه. لو البيت محتاج يتنضف هنضفه. انا يعني البيت يعني المكان لما يكون صغير فايدك فيه على طول فيتنضفيه بسرعه ويرجع يكركب تاني بسرعه، تنضفي بسرعه يرجع يتوسخ تاني بسرعه. دي ميزه المكان الصغير يعني، لكن المكان الواسع تنضفيه بيتبان على النظافه فبيقعد وقت شويه يعني على ما يتوسخ كده وترجعي تنضفي تاني. المهم انا كده اهو مسحت كنست الاوضه ومسحتها زي ما انتم شايفين اهو، ونضفتها كده. طبعا الجو حر جماعة، واحنا طبعا في الحر دون لازم كل يوم بنكنس وبنمسح كده يعني، غير الشتاء. الشتاء ما بنمسحش فيها كتير يعني، ممكن نمسح يوم ويوم كل يومين، لكن الحر ده كل يوم عشان الدنيا حر يعني وكده. المهم انا هنا كده ايه جماعة زي ما انتوا شايفين كده مسحت كده هون. والله حتى البلاط يعني يمكن انا كل فيديو اقوله لكم لما البلاط قديم مش بيبان فيه النظافة، بس لا والله هو بس عشان الكاميرا، عشان امكانيات التصوير عندي انا مش قد كده فبين لكم ان هو مش نظيف، بس والله انا قدامي نظيف يعني، انا شايفة اكتر فشايفاه نظيف وحيت ربنا. وكان عندي غسيل تاني كده هون، قمت لميته برضو حطيته على الغسيل التاني اللي قلت يلا كده اطبق كله بالمرة. قلت اطبق كل الغسيل كده بالمرة عشان اقعد بالمرة بقى، مش هقعد كل شوية اقوم واقعد اقوم واقعد. رحت لميت اللي على المنشر كده كله ورحت جايباه بقى ايه، قلت ايه نقعد بقى. وكونت كده الغسيل، ما كنتش باينة يا اختي من وسط الغسيل. ورحت نشرت شوية الغسيل اللي انتوا شايفينهم كده دول اللي كانوا على المنشر. طبعا البيت اللي فيه الولاد ده ما بيخلاش من الغسيل، كل يوم بقى بتغسلي بدل مره مرتين وثلاثه واربعه. وانا من النوع كمان اللي ما بحبش يعني اكوم الغسيل او احوش الغسيل، فبحب اغسله اول باول. لو ما وصلت لغايه هنا كده حطوا اللايك، لو نسيتوا تحطوا اللايك وانا بفكركم اهو بقول لكم حطوا اللايك. وحيات اغلى حاجه عندكم لا تحطوا اللايك يا جدعان. طيب انا كده ايه عايزه اقول كلمتين كده لاصحابي وحبايبي ومتابعيني الجمال ومتابعيني الجدد. عايزه اقول لكم الف الف مليون شكر على دعمكم ليا وعلى يعني وجودكم في حياتي وعلى وقوفكم جنبي وعلى مساعدتكم لينا وعلى تشجيعكم وكلامكم اللي بيكبر خاطرنا. بجد انا في حياتي ناس زيكم يعني، ربنا يديمكم في حياتنا، ربنا يديمكم نعمة في حياتي. بجد أنا مبسوطة عشان في حياتي ناس زيكم والله. كل الشكر والاحترام ليكم والتقدير ليكم، أصحاب الذوق الراقي، أصحاب الكلام الطيب اللي بيكبر دايما بخاطري، ربنا يكبر بخاطركم يا رب، وربنا يديمكم في حياتي نعمة. شكرا ليكم بجد والله العظيم، أنا بشكركم على وقوفكم ومساعدتكم ليا. دايما بتشجعوني ودايما بتكتبولي في التعليقات كلام حلو وكلام جميل، انا بشكركم عليه، ربنا يكبر بخاطركم. واشوف وشكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. حطوا اللايك وشاهدوا الفيديو للاخر. مع الف سلامه.